السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو سمدي. هذا النهار ان شاء الله غنقدموا واحد الموضوع ديال ما هي علاقة فيروس كورونا بتربية الأرانب وتربية الدجاج، تربية السمان. يعني هو في حقيقة هذا موضوع ديال الفيروس الله يسر، فيروس كورونا، يعني صاب واحد الناس، واحد مجموعة من الناس بالجشع. يعني سموهما هذا التغيرات اللي طرات في الايام، وهي ان السلع بدات كتقاد من المحلات، الناس كلهم خايفين من هذا فيروس كورونا. يعني الحدود، بالنسبه للحدود، يعني لا في المغرب لا في يعني في البلدان اخرى، يعني سدوا الحدود. سمو وقعت نقص في السلع، يعني كل واحد عنده شي سلعه الشعب ديالو محافظ عليها وخايف عليها لا تقاده. يعني انا ملي فكرت لقيت باللي هاد مثل هاد المشاريع ممكن انكم ديروهم في ظل هاد يعني النقص اللي راه واقع في هاد الايامات. يعني النقص ديال غادي يعني كاع المواد الغذائيه غادي يوقع فيها نقص. علاش؟ لان الناس خايفين من هذا الفيروس. سمو وقع ان الناس ولات كتخاطف، يعني كيتهاتفوا على المواد الغذائيه، منها البيض، منها الطحين، منها السكر، اي حاجه ولاو كيديوها بالكميات. تخيلوا ان واحد النهار ما يبقاش السلع، ما تبقاش في الحانوت. يعني واخا تكون عندكم الفلوس، عندكم فلوس، ولكن ما كايناش يعني السلع. اما الى الناس اللي راهم دايرين مثل هذه المشاريع، ممكن انهم يستافدوا على الاقل من مثلا البيض، من اللحوم ديال الارانب. لان المشكل اللي غادي يوقع ان يعني المحلات ما غاديش يبقاو فيهم يعني السلعه ديال الاكل. سمو غادي يوقع الناس اللي مربين مثلا ارانب وكان عندهم واحد الانتاج، ممكن انهم يستافدوا منه في واحد الوقيته. الناس اللي مربيين مثلا دجاج ولا السمان، انا عندي هنا الدجاج، راني داير الدجاج وداير السمان مثلا بهذه الطريقه هذه، واخا موضوع يعني بسيط، ممكن ان في ظل هاد يعني المشاكل اللي كاينه، ممكن انني نزيد كميات اكبر. يعني في ظل هذه المشاكل، لان موضوع الساعه هو في حقها موضوع الساعه، ممكن انني نزيد ندير هذه التربيه ديال الحيوانات. جميع اي نوع من التربيه ممكن نديرو ونزيد مازال فيه. علاش؟ لان هذا المشكل ديال هذا فيروس كورونا، حنا لاحظنا ان الناس كلهم واقفين عند المحلات وكيتقداو بواحد الشكل مهول. اما اذا كانت عندكم واحد النوع من التربيه ديال الارانب، الناس دابا علاش كيخافوا وكيديو السلع؟ كيخافوا لواحد النهار غادي كلشي غادي يسد عليه باب بناره، وما غادي يبقاش يخرج يشري شي حاجه، كلشي غادي يجلس في داره. انتم كتشوفوا التعليم، هما سدوا الابواب، راه من يعني من السيمانه الجايه ما غاديش يبقى التعليم كاين. الله اكبر على القوله، ويا ربي يعني ترحمنا ويعني هذا الفيروس يلقاو له الحل. الناس اللي خايفين منه، سمو يديروا على الاقل هاد الانواع. انا فكرت يعني هاد الانواع ديال التربيه، يعني ممكن انها الانسان ما يخرجش من داره، وفي نفس الوقت عنده شي حاجه ياكل منها. انا هذا هو الفكره اللي بغيت نوصل لكم هاد النهار. يعني كاينين شي بوادر كيقولوا بلي راه كاين ممكن انهم يلقاو له الحل، ولكن راه الموت كاينه يعني في جميع الدول العالم. كنطلبوا من الله انه يلقاو له الحل، لان الا لقينا هكا راه انتم كتشوفوا الوليدات ديالنا ما بقاوش كيقراو، غادي يسدوا المدارس. تجمعات في مثلا في الجوامع قال لك غادي تقطع، ما غتبقاش اي نوع من التجمعات غادي يحيدوا. يعني يعني المسيره ديال الحياه غادي تتبدل. يعني كنصحكم في هذه الايام بالذات ديروا انواع ديال التربيه ديال الحيوانات في الديور ديالكم، باش الا كان شي مشكل وما لقيتوش يعني
انواع ديال التغذيه ممكن انكم ديبانيو بهذا اما الارانب اما البيض ديال السمان اما البيض ديال الدجاج البلدي، اي نوع من التربيه ديال الحيوانات ممكن انها تفيدكم. اذا على قولك الله اكبر. الناس مازال ما شاركوش معنا، شاركوا معنا قناه غاديه بالدعم ديالكم. كنشكركم على التعاليق الطيبه ديالكم. تكيو على زر الجيم ساندونا بزر جيم، وتكيو على زر الجرس كيصلكم الجديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.